السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاضرة اليوم بعنوان Density Function Theory الـ DFT. فالمحاضرة دي عبارة عن الـ Basics للـ DFT، وفي الحقيقة المحاضرة دي تعتبر محاضرة مكررة تم تناولها في سلسلة تعليمية أخرى اللي هي الـ First Principles Computational Materials Science Material Properties أثناء كلامنا عن Software اللي هو DMOL 3. والدي مول 3 ده زيه زي جاوسيان سوفت وير، لكن في الدي مول هيعتمد على بيز سيتس مختلفه عن البيز سيتس اللي موجوده في جاوسيان سوفت وير. فاحنا اخذنا نفس المحاضره، عملنا بس كات للحاجات اللي خاصه بدي مول 3 مع اضافه حاجه بسيطه جدا عن الجاوسيان سوفت وير. وطبعا مهم جدا ان احنا نتكلم عن الدنسي فانكشن ثيوري هنا، لان معظم حساباتنا ومعظم الاكزامبلز هتكون باستخدام الدي اف تي وليس الهارتريفر. نبدا نشوف المحاضره. نبدا الكلام عن الدنسي فانكشن ثيوري الدي اف تي. الدي اف تي ما هو الا شيفت في حسابات الانرجي للالكترونيك سيستم من الويف فانكشن، لان انا بستخدم الويف فانكشن في حساب التوتال انرجي، الى استخدام الالكترون دنسيتي في حساب التوتال انرجي. وطبعا في علاقه ما بين الالكترون دنسيتي والويف فانكشن، فالالكترون دنسيتي بتحسب من الويف فانكشن اللي هي عباره عن السم للسكوير لاول اوكوبايد مايكرو اوربيتال للمولكيول. ولتوضيح اهميه استخدام الالكترون دنسيتي عن الويف فانكشن في حساب الالكترونيك انرجي بتاع المولكيول، احنا معانا هنا مولكيول اللي هو البنزين اللي هو C6H6 بيحتوي على توتال الكترونز 42 الكترون. نبص الاول على الويف فانكشن، تبقى شايفه ازاي البنزين موليكول. الويف فانكشن بتبقى فانكشن في الكووردينتس بتاع الالكترون، يعني بتاخد في الحسبان الاكس والواي والزي لكل الكترون في الحسابات، يبقى ال 42 الكترون تبقى شايفاهم كانهم ايه 126 كووردينت اللي هم الاكس والواي والزي. وكمان لما بناخد في الاعتبار السبين للالكترونز فالالفا والبيتا، يبقى كمان عندي 42 كووردينت، يبقى التوتال بتاخد في الحسبان 198 كووردينت. طبعا دي بتبقى صعبه في الحسابات وبتاخد وقت في الحسابات، وبتبقى عندي ارقام كتيره بتطلع، كولومز كتيره بتطلع من الارقام. اما الالكترون دنسيتي، فالالكترون دنسيتي زي ما احنا عارفين ما هو الا التوتال نمبر اوف الكترون على الفوليوم، فده الالكترون دنسيتي، فده عباره عن ثلاثه دايمنشن بس في الاكس والواي والزي. فالدنسيتي فانكشن ثيوري بتختصر دايمنشنز دي كلها او الكووردينتس اللي هي 168 بالنسبه للبنزين في 3 كووردينت اون. طبعا فرق شاسع ما بين استخدام الالكترون دنسيتي في حساب التوتال انرجي عن الويف فانكشن. عشان نشوف الفرق الشاسع ما بين الحسابات بالالكترون دنسيتي والويف فانكشن، خلينا ناخد اكزامبل بسيط. لو انا مثلا عندي يونت سيل سوليد ستيت لسيليكون، واليونت سيل دي فيها 2 اتوم، لو جيت انا عملت حسابات بالدي اف تي والبوست هاتري فوق مثلا زي السي سي اس دي تي، الطريقتين دي اف تي والبوست هاتري هياخدوا مثلا ثواني لو انت معاك كمبيوتر كويس. لكن لو جيت بقى شوف بقى الفرق هنا هيكون، لو انا عندي يونت سيل واليونت سيل دي فيها 100 اتوم من السيليكون، بالدي اف تي ممكن يخلص في 5 ساعات في ساعات عموما. لكن لو استخدمت الام بي 2 البوست هاتري هتاخد 1 يير، لو استخدمت السي سي اس تي تريبل هتاخد 2000 سنة. 2000 سنة. فطبعا الفرق كبير، وطبعا ده بيوريني اهمية الدي اف تي. فالدي اف تي بيعتمد على الكترودنسيتي زي ما انت شايف 3 دايمنشن بس، وده بيوفر لنا وقت كتير في الحسابات. نبدأ نتكلم عن الهارت اوف دي اف تي. الدي اف تي بدأت بـ 2 theorems by Homberg and Kuhn 1964. اول theorem بتقول لي any ground state property is a functional of the ground state density اللي هي rho naught x y z. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قدرنا نصل الى الجراوند ستيت الكترون دنسيتي نقدر نحسب any ground state property على سبيل المثال الجراوند ستيت الانرجي. ده معناه ان الجراوند ستيت بروبرتي اللي هي الجراوند ستيت انرجي از ا فانكشنال اوف ذا جراوند ستيت الكترون دنسيتي. يعني ايه كلمه فانكشنال؟ فانكشنال دي كلنا بنقوم بعمليه الحسابيه دي، لكن ممكن تكون بس مصطلح غريب عليك. للتوضيح الاول طبعا عارفين يعني ايه فانكشن. ا فانكشن از ا رول ذات ترانسفورمز ا نمبر انتو انذر نمبر اور ذا سيم نمبر. بمعنى فانكشن زي الاكس تكعيب يبقى 2 تو باور 3 هيبقى 8، او نفس الرقم في حاله الواحد 1 تو باور 3 هيدينا ايه 1، يبقى دي فانكشن. الفانكشن بتحول لي
دي من نمبر الى نمبر، لكن الفانكشنال دي بتحول لي فانكشن تو نمبر. مثلا عندي فانكشن طبعا زي اللي هنا اللي هي الاكس تكعيب، عندي بقى نظر فانكشن اهي اللي هي ديفينيت انتجرال اللي هو من 0 تو 2 اف اكس في دي اكس. الفانكشن دي هتحول الفانكشن دي لنمبر اهي، لما نعمل انتجريشن يبقى دلوقتي اكس تو باور 4 على 4 من 0 تو 2 هيساوي 4. يبقى الفانكشنال هي ديفينيت فانكشن بتحول لي الفانكشن تو ا نمبر زي الانتجرال. فانا عندي هنا الجراوند ستيت انرجي از ا ديفينيت فانكشن اللي هي الانرجي اوف ا جراوند ستيت الكترون دنسيتي. السيرة مهم بتقول كل اللي انا محتاجه عشان اعرف الجراوند ستيت انرجي هو الجراوند ستيت الكترون دنسيتي، ما قالتش ازاي اوجد الجراوند ستيت الكترون دنسيتي. النظرية التانية بقى هي اللي هتقول لنا ازاي نجد جراوند ستيت الكترون دنسيتي. فالسيرة 2 بتقول لو انت عوضت بس باي جس فاليو للدنسيتي هتديني انرجي، الانرجي دي هتكون اعلى من الجراوند ستيت انرجي، او ممكن تسويها لو الالكترون دنسيتي اللي انت اخترتها ترو الكترون دنسيتي فانكشن، يبقى في الحاله دي الانرجي هتكون جراوند ستيت انرجي. وده زي الفاريشن برينسيبل اللي احنا خدناها في الهاتر فوق. يبقى كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل مينمايز للانرجي اللي هي فانكشن في الدنسيتي لغايه ما نصل الى الجراوند ستيت الكترون دنسيتي. في الحاله دي الانرجي هتكون هي الجراوند ستيت انرجي. يبقى الدي اف تي بتعمل اوبتمايزس للالكترون دنسيتي، لكن الويف فانكشن سوري كانت بتعمل اوبتمايز للويف فانكشن. نتكلم عن الكونشام انرجي وبعد كده الكونشام ايكويشن، ده طبعا اللي هي الدي اف تي ايكويشن. الكونشام انرجي اللي هي التوتال انرجي از ا فانكشن اوف الكترون دنسيتي اللي هو التوتال انرجي اوبريتور في الاب انيشو كالكوليشن. فانا عندي التوتال انرجي اللي هي فانكشن في الدنسيتي هيساوي ده الكينتيك انرجي، الكينتيك انرجي للالكترونز بلس البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي ينقسم للالكترون بروتون انتراكشن، وده بسميه اكسترنال بوتنشال، لان كان انا عندي الالكترون دنسيتي وعندي هنا بوزيتيف تشارج بتاع البروتونز بتاثر على الالكترون دنسيتي كانها اكسترنال سورس على الالكترون دنسيتي، وعندي الكترون الكترون انتراكشن. طبعا التو كايند اوف انتراكشن دول بيعتبروا كولومبيك انتراكشنز. يبقى عندي الكينيتيك انتراكشن والبوتنشال انتراكشن، دول الاثنين كلاسيكال محسوبين بطريقه كلاسيك مش كوانتم، والاثنين دول نون. طبعا احنا عندنا كوركشن المفروض يتعمل على الكينيتيك، وفي كوركشن مش معمول حسابه في البوتنشال. الكونتين دول اللي انا بسميهم اكستنج كوركشن فانكشن. يبقى انا عندي الترم ده والترم ده يعتبر النون. يبقى انا عندي الترم النون اللي هو كينيتيك والبوتنشال، وطبعا عندي في البوتنشال برضو النوكلاي نوكلاي انتراكشن، فالاثنين دول نون وكلاسيك. كل الانتراكشن بقى اللي ناتج عن الكوانتم اللي مش محسوب هيكون ده في الاكستنج كوركشن فانكشن، وده هنتكلم عنه في السلايد اللي جاي. ده البوتنشال اهو الاكويشن بتاع البوتنشال انرجي. فانا عندي الترم ده اللي هو خاص بالبروتون الكترون انتراكشن، البروتون مع الالكترون دنس انتراكشن، وعندي هنا ده الالكترون الكترون ريبالجن وده برضو بكلومبك انتراكشن وده كلومبك انتراكشن، وعندي النيوكلايك لاي اللي هو ريبالجن وده برضو بالكلومبك انتراكشن. يبقى انا عندي هنا تو ريبالجن وعندي ده اتراكشن. فهنا زي ما انتم شايفين الالكترون دنسيتي ظهر معايا في الاكويشن، هنا ظهر في الاكسترنال بوتنشال وظهر في ده بسميه الهارتري بوتنشال اللي هو الكترو الكترون انتراكشنز. فعندي الكترون دنسيتي الكترون دنسيتي انتراكشن، وعندي هنا الالكترون دنسيتي مع بوتنشال بتاع النيوكلاي. نتكلم بقى هنا عن الاكسشينج كورليشن انرجي. لو احنا في الاكويشن اللي فاتت في الجزء اللي هو الكترون الكترون انتراكشن، الالكترونز ما بتتفاعلش مع بعض بالتشارج اونلي، فاصلا في الاكويشن فهي عباره الا كولومبيك انتراكشن او كولومبيك ريبالشن اللي هو عن طريق التشارج. لكن انا عندي الالكترون في سبينز، فهيكون عندي الالكترونات اللي هي ذا سيم سبين هيحصل لها ريبالشن، واللي ديفرنت سبين هيحصل لها اتراكشن. فطبعا الجزء ده مش معمول حسابه في الالكترون الكترون انتراكشن او يعتبر النون، فبالتالي هو محطوط في الاكسشينج كولوريشن انرجي. فزي ما قلنا ان الاكسشينج كولوريشن انرجي انكلودز تو كوركشنز، عندي كوركشن خاص بالكينتيك انرجي بتاع الالكترونز، لان هناك في ايكويشن كونشام ان بيعتبروا ان كينتيك انرجي دول نون رياكتنج بارتيكل، لكن هم بالفعل رياكتنج. فانا عندي هنا كوركشن تيرم خاص بالكينتيك كولوريشن، وعندي انذر تيرم اللي هو ده خاص بالبوتنشال كولوريشن والاكسشينج انرجي اللي ناتج عن الالكترون سبين. هنا وضحني ان
الـ exchange term is related to Pauli repulsion والـ column correlation اللي احنا اتكلمنا عنه in which two electrons with the same spin will not be in the same position. يعني ما هيكونش عندي two electrons with the same spin في نفس المكان عشان الـ repulsion force اللي هتكون between same spin. وبالتالي ده بيعمل لي minimize للـ column interaction, لأن خلي بالك إن الـ interaction المحسوب بالـ column هنا يعتبر كبير, يعني الـ repulsion ده هيكون كبير لأنه ناتج بس عن الـ charge. نرجع للكوريشن تيرم, والكوريشن تيرم ده إذا ميجر how much the movement of one electron بيتأثر بـ presence of other electrons اللي هو الكينيتكس effect. فمن الكلام ده كله ده ان أنا عندي function خاصة بالإكستنج والكوريشن energy لكن غير معلومة, مش عارفين ايه هي بالظبط, لكن هي موجودة علشان missing quantum interaction اللي لم تحسب. لكن ايه هي الفانكشن غير معلوم. فبداوا يعملوا ابروكسيميشن للاكستنج اند كوريشن فانكشن, وطبعا الفانكشن دي بتبقى فانكشن في الالكترون دنسيتي وفي ديفلوبمنت كتيره في الفانكشن دي. الى الان هنتكلم هنا عن الديفرنت تايب للاكستنج كوريشن فانكشنال من غير ما نظهر معادلات, لان الموضوع هيكون طويل ومفيش داعي للكلام في المعادلات. اول نوع اللي هو اللوكال دينستي ابروكسيميشن ال دي اي فانكشنال, طبعا كل ده ابروكسيميشن, كل الايكويشن دي كلها ابروكسيميشن لانها مش معروفه اكزاكت. اي نعم هي موجوده الانرجي دي لكن مش معروفه, فكل التايبس دي كلها ابروكسيميشن. دي اول ابروكسيميشن في اكستنج كوريشن فانكشن, ودي كانت بتعتمد اونلي على الالكترون دينستي based on the known exchange coefficient energy of the uniform electron gas. The LDA assumes that only charge density varies slowly in atomic scale. ده البرنسبل بتاع اللوكال دينستي ابروكسيميشن. يبقى الدينستي كانها لوكال دينستي, in which each region of a molecule actually looks like a uniform electron gas. التغيير في الالكترون دينستي بيكون سلولي اون ذا اتوميك سكيل. النوع الثاني اللي هو الجنرالايزد جريدينت ابروكسيميشن جي جي اي فانكشنال, ده ما هو الا الفيرست ديريفاتيف للدينستي او الجريدينت للالكترون دينستي اللي هو المماس عند كل بوينت ديريفاتيف. يعني الالكترون جاز ليس يونيفورم لكن اخذ في الاعتبار الانهوموجينيتي. النوع الثالث اللي هو الميتا جنرالايزد جراديانت ابروكسيميشن ميتا جي جي اي, هنا ده واخد بس الالكترون دنسيتي, هنا الفيرست ديريفاتيف, هنا السكند ديريفاتيف او الكاينتيك انرجي دنسيتي. طبعا في كل ابروكسيميشن من دول فيه العديد من الفانكشنال, لان في ديفلوبمنت دايما على طول في الاكستنج كولوشن فانكشن. خلاص هي الديفيتي الايكويشن اوريدي استابليش, لكن كل التطوير في الاكستنج كولوشن فانكشن. النوع الرابع اللي هو الهايبريد فانكشنال, والهايبريد فانكشن فهي ميكسد من الاكستشنج كورليشن فانكشن دي مع اكزاكت اكستشنج هارتريفو من الهارتريفو ثيوري, فعشان كده مسمينها هايبريد. تبقى هايبريد من الاكستشنج كورليشن فانكشن دي والاكزاكت اكستشنج بتاع الهارتريفو. فطبعا الترتيب ده مقصود, يعني من اللو اكيورسي للهاير اكيورسي. هو عندي اللوكال دنسيتي في بعض الاحيان تبقى اللوكال سبين دنسيتي ابروكسيميشن دي او دي, والترتيب في الاكيورسي بيتقسم في حاجه اسمها جاكوبس لادر اوف دي اف تي. القاعده بتاعته تبقى هارتريفوك, بيبدا هنا باول فانكشن اللي هي بتبقى لو اكيورسي اللي هي ال اس دي اي او اللي هي اللوكال سبين دنسيتي ابروكسيميشن. عندي بعد كده الجي جي اي, كل ما اطلع فوق في اللادر بيبقى هاي اكيورسي وبيبقى احسن لحسابات الانرجي, لكن بيبقى مور اكسبنسيف في الحسابات, بتستهلك وقت طويل. يبقى عندي الجي جي اي بعد ال اس دي اي, بعد كده الميتا جي جي اي, بعد كده عندي الهايبريد جي جي اي, وعندي الهايبريد ميتا جي جي اي, وده الفولي نون لوكال فانكشن, وده توب في الاكيورسي. طبعا هنا ده لوكال دنسيتي, هنا جراديانت او فيرست اوردر ديريفاتيف او فيرست ديريفاتيف, هنا سكند ديريفاتيف اور كاينيتيك الكترون دنسيتي. الهايبريد قلنا ان هو بتبقى هايبريد ما بين الفانكشنال دي واكزاكت اكستنج اوف هارتريفوك. فعندي هنا هايبريد للجي جي اي مع الهارتريفوك, وعندي هايبريد للميتا جي جي اي مع الهارتريفوك. سؤال, which approximation should I choose؟ مع التنوع ده ومع الاكيورسي كل ما اطلع فوق, انا ما عنديش highly accurate functional for all properties of interest. يعني ممكن تبقى function كويسه في حاجه ووحشه في حاجه, الفانكشنال بعدها ممكن تبقى ايه حصل العكس, او في او تنفع على مركبات ما تنفعش على مركبات. فانا ما عنديش فانكشنال واحده هاي اكوريت فور اول بروبرتيز اوف انترست.
يعني علشان تختار الفانكشن للبروبرتي اللي انت هتشتغل عليها، فانت المفروض تعمل سكريننج للفانكشن دي اللي موجوده عندك في البرنامج اللي هتشتغل عليه مع الاستراكشر بتاعك مع الاكسبيرمنتال داتا اللي انت عايز تشتغل عليها، وتشوف احسن فانكشن اجري مع الاكسبيرمنتال داتا بتاعتك. يبقى الاول خطوه بنعملها في بدايه الشغل ان انا بعمل سكريننج، بجرب ال دي اي والجي جي اي والميتا جي جي اي. الهايبرد هتاخد معايا وقت طويل، هجربهم على الاستراكشر اللي معايا على البروبرتي اللي انا هطور فيها او هشتغل عليها، واشوف احسن فانكشن هتدي معايا فاليو اللي هي الكالكوليتد فاليو قريبه للاكسبيرمنتال، وهي دي اللي اختارها للشغل. واحنا هنعمل الطريقه دي قدام في المحاضرات لما نبدا الشغل العملي، هوريك ازاي بنعمل سكريننج ونختار الفانكشن اللي هي هنشتغل عليها. دايما الفانكشن القديمه فيها ديفيشنسز، فانا عندي نو فانكشن قبل 2005 از جود فور بوست بارير هايتس اند ترانزيشن ميتال ميتال بوند انرجي، ذا بيست فانكشن فور اورجانيك كيمستري ار باد فور ترانزيشن ميتال بوند انرجيز اند فايس فيرسا، وبرضه موست فانكشن قبل 2005 ار باد فور نان كوفالنت انتراكشن اسبيشلي باي باي ستاكينج. وده مهم جدا ناخد بالنا منه، لان لما بيبقى عندي باي باي ستاكينج الفانكشن اللي قبل 2005 دي كلها مش عامله حساب dispersion interaction او van der Waals interaction، فبتدي نتائج عكسيه، وهنشوفها في السلايد اللي بعد كده. Diffity with hard refocus change is too expensive for many applications. بالنسبة بقى الموضوع dispersion correction، وده مهم جدا علشان لو في أثناء دراسة الانتراكشن فلازم نختار function تعمل handle للdispersion factor. Dispersion factor dispersion interaction هو ناتج عن polarization للأتومز والinteraction اللي هو بيبقى خاص بال van der Waals. فعموما non-covalent interaction زي الهيدروجين بوند و van der Waals بتكون مهمة لما نشغل adsorption، نختار لإما function حديث فيها dispersion او ممكن اشتغل على واحده قديمه واضيف لها dispersion. بيبقى السوفت وير فيه الاوبشن ان انا اعمل ابلاي للdispersion على الفانكشن القديمه، ده مهم في الانتراكشنز والadsorption. فعلى سبيل المثال في مثال كده ستاندر للdispersion interaction، فعندي هنا الباي باي ستاكينج ما بين التو امينو اسيد دول في تيروسين وفينيلالانين، عندي هنا بنزين رينج وادي البنزين، هنا عندي هنا باي باي ستاكينج انتراكشن. Binding energy المحسوبة للمركب ده بتبقى 5.3، هو هنا قيمة البوزيتيف معناه ان انا عندي favorable interaction، لكن النيجاتيف unfavorable interaction. نلاحظ اصلا ان احنا في الحسابات العادية بنحسب binding energy بتبقى بالنيجاتيف اللي هو more negative more interact، لكن الدياجرام ده هو حط binding energy بالبوزيتيف علشان بس ما نتلخبطش بعد كده. ادي عندي هنا فانكشن زي مثلا الهايبريد ومديه نيجاتيف انتراكشن، مديه نيجاتيف انتراكشن يعني الاثنين دول هيسيبوا بعض، لكن هما في الواقع انا عندي باي باي ستاكينج. لما استخدم هنا هايبريد فانكشن زي البي 3 لاب هبص الاقي ان الاثنين بعدوا عن بعض، وده طبعا ايه خطا كبير. فهنا في فانكشن دي فانكشن حديث فمديه بايندينج انرجي قريبه لل 5.3، كلها ده مديه ان في باي باي ستاكينج في favorable interaction، لكن عندي ده unfavorable interaction بيحصل توم الكروز بيبعدوا عن ايه بعض، وده يبقى خطر كبير. فناخد بالنا في شغل الابسوربشن لاما اختار فانكشن فيها dispersion لاما اعمل applied للdispersion على الفانكشن القديمه. هنا هنشوف الاكستنج اند كوريشن فانكشن اللي موجوده في جاوسن سوفت وير، ونشوف ايضا انهي فانكشن تحتوي على dispersion correction. فانا عندي هنا الهايبريد فانكشن اللي موجوده في الجاوسن سوفت وير، فعندي هنا بيس ريلاب والفانكشنز دي كمان، لكن مهم جدا ان انا هنا اركز على الفانكشنز اللي موجود فيها dispersion. انا عندي هنا الاي بي اف دي ودي تعتبر حديثه، وعندي هنا الدبليو بي 97 اكس تي. التو فانكشن دول بيحتوي على dispersion، فيفضل طبعا لما انا اشتغل زي ما قلنا بالinteractions between molecules ان انا استخدم الفانكشنز اللي تحتوي على dispersion دي او دي. وعندي برضو هنا long range corrected function، عندي برضو ثلاثة functions هون منهم الدي اللي تحتوي على dispersion. other hybrid function دي برضو موجودة، دي كلها function موجودة في جاوسن software. وعنده ايضا هنا pure functional اهي exchange functional دي موجودة في جاوسن، وعندي هنا correlation function موجودة برضو في الجاوسن software. فعندي هنا العديد من الفانكشنز الموجودة في جاوسن software.
هنا احنا وصلنا للكون شام اكويشن اللي هي عامله زي شودنجر اكويشن. ده عندي الاوبريتور بتاع كون شام وده الويف فانكشن ودي هتبقى الانرجي. ده الكاينتيك انرجي, ده الاكسترنال بوتنشال اللي هو النوكلي الكترون انتراكشن, وده الهاتري بوتنشال ده الخاص بالالكترون الكترون, وده البوتنشال بتاع اكستشينج اند كورليشن فانكشن. ازاي من خلال الاكويشن دي بنحصل على الجراوند ستيت الكترون دنسيتي؟ طبعا بنستخدم الكمبيوتيشنال سيلف كونسيستنت فيلد بروسيجر, دي زي السيلف كونسيستنت فيلد اللي في الهارتري فوق. طبعا اول حاجه ان احنا بنعمل سبيسيفاي للجيومتري والتشارج مالتيبلسيتي والالكترون سبين برضو كان بي هاندلد باي دي اف تي الالفا والبيتا سبين دنسيتي فانكشن. التوتال دنسيتي بتبقى مجموع الالفا والبيتا دنسيتي. تاني حاجه ان انا بعمل جيس فاليو للالكترون دنسيتي واعوض عنها في الايكويشن دي. ازاي احصل على الانيشال فاليو للالكترودنسيتي دي؟ ان انا بستخدم الايكويشن بتاع ميكرو اوربيتالز اللي هي بتساوي سميشن في الكوفيشنت في الاتوميك اوربيتالز اللي هي هتيجي من البيز سيت. فاول حاجه بعمل انيشال فاليو لسي, ومن الانيشال فاليو دي بحسب الايه الميكرو اوربيتال, ومن الميكرو اوربيتال بحسب الدنسيتي. يبقى انا كده باستخدام الايكويشن دي يبقى انا كده عندي initial value للالكترون دنسيتي. لاحظ هنا ان احنا بنستخدم الايكويشن دي وعندي هنا الاتوميك اوربيتالز اللي هي البيز سيت, يبقى احنا كده في دي اف تي بنحتاج البيز سيت, يبقى عندنا بيز سيت, يبقى احنا كده في دي اف تي محتاجين برضو البيز سيت, يبقى عندنا بيز سيت. خلاص بعد ما حصلت على الالكترون دنسيتي من الايكويشن دي من الميكرو اوربيتال, اخد الانيشال فاليو دي واحطها في الايكويشن واحسب السنجل الكترون ويف فانكشن, ومن السنجل الكترون ويف فانكشن اقدر احسب الالكترون دنسيتي اجين. يبقى انا كده عندي نيو الكترون دنسيتي, يبقى انا كان عندي اولد اللي انا عملت لها انيشال فاليو دي وبعد كده عندي نيو, واشوف هل النيو دي بتساوي الاولد. لو الاثنين بيساوي بعض يبقى خلاص, يبقى القيمه اللي انا حصلت عليها من الالكترون دنسيتي من السنجل الكترون فانكشن بتبقى دي هي الجراوند ستيت الكترون دنسيتي, هي دي اللي انا بدور عليها. ويبقى اعمل ستوب للجوب واحسب الانرجي واحسب البروبرتيز اللي انا عايزها. طيب لو هي مش بتساويها اعمل ايه؟ اخد القيمه واعوض عنها في الايكويشن واحسب برضو سنجل الكترون ويف فانكشن واحسب برضو نيو الكترون دنسيتي واقارنها بالاولد اللي هي قبلها على طول ويبقى عندي كده اللو. طبعا ده اللي هو السيلف كونسيستنت فيل. وبكده احنا وصلنا لنهايه المحاضره, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.